السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناه. اذا كانت هذه اول مره تزور القناه انتم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكامل الوصفات. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم طاوله افطار اليوم الثالث من الشهر الفضيل، فيها وصفات متنوعه اقتصاديه وتانيك سهله التحضير وسيختو بنينه. اذا في هذا اليوم الثالث جوبتي بور اون سوب، يعني شوربه فيرميسيل بالمرقه البيضاء دي خفيفه وسورتو بنينه، ورافقتها بلو فامو بوريك العنابي، وكطبق اساسي درت مقلوبه الارز بالباذنجان وبالبطاطا تاني كبده بنينه، وختمتها بتحليه لبنانيه اللي هي حلوه ليالي لبنان، هي تحليه بنينه بزاف. فاذا حبيتوا تشوفوا الوصفات وطريقه التحضير فخليكم مع الفيديو الاخر. اول حاجه راح نبدا بها شو هي الشربه ديالنا. عندي هنايا بطاطا وقرعه مربيين مع شويه ديال الثوم ايضا مربي، عندي صدر ديال الدجاج مقطع صغير، نص بصله، عندي الكرافس والمعدنوس والتوابل، راح نسحق ملح فلفل كحل الكمون وشويه ديال جوزه الطيب. طريقه التحضير كما قلت لكم في الاول طريقه سهله ودي شربه بنينه. درت في طنجره عفوا راحت الهضره، درت شويه ديال الزيت ودرت البصل والدجاج وراح نقليهم مليح، نزيد عليهم ايضا هذوك لي زيبيس اللي قلنا الملح الفلفل الكحل الكمون وجوز الطيب. جوز الطيب تعطي بنه روعه كي ديروا حاجه بالدجاج، زيدوا لها جوز الطيب يعني تعطي ذوق رائع، جربوه وردوا عليا الخبر. بعد ما قليت شويه هذوك البصل كامل، نزيد عليهم الخضره ديالي القرعه البطاطا مع الثوم كامل رابيتهم، وراح نزيد ايضا هذاك الكرافس والمعدنوس ونقلي كامل كل شيء، هذا نقليه مليح مليح. بعد ما قليتهم مليح راح نمرق الشربة ديالي، مرقها بيان سيغ بالمسخون، من الافضل نمرقها بالمسخون. وملاحظة برك انا نسيت مذكرتش المقادير بلي زدت لها شويه ديال الجلبانه هكذا في بلاصه الحمص، تقدروا تزيدوا الحمص ولا تقدروا كاع ما تزيدوا والو، انا زدت لها شويه ديال الجلبانه اختياريا برك نسيت مذكرتهاش في المقادير. والشربة ديالي نضيف عليها ابوبري 10 دقائق ولا 15 دقيقه قبل ما نطفي عليها، نزيد لها هذيك الفيرميسيل، قلت لكم راح نديرها بالفيرميسيل، نزيد لها الفيرميسيل ونخليه حتى طيب الفيرميسيل ديالنا وتكون شربه واجده. وبيان سور كما قلت لكم راح نرافق الشربه ديالي بالبوريك العنابي المعروف، درت بالبطاطا اللي نسمتها بشويه ديال المعدنوس الملح الفلفل الكحل، وزدت لها شويه ديال لو فرماج، انا درت فرماج منسم بالثوم والاعشاب، نتوما تقدروا ديروا اي فرماج عندكم، لا فاش كيري لو شيف بريزيدون، اي نوع فرماج يكون عندكم. ودرته وزدت له ايضا شويه ديال اللحم المفروم، لحم المفروم فريمون ما كثرتش، درت فريمون شويه منه، وزدت ايضا شويه ديال الزيتون مقطع صغير، ونزيد نكسر هذيك البيضه اللي راح ندير عليها شويه ديال الفلفل الكحل، ما نديرش فيها الملح باسكو البوريك ديالي فيه الملح سوفيزامون، عندي لافيون داجي فيها الملح الزيتون البطاطا تانيك لو فرماج، الوغ درت فيها غير الفلفل الكحل، ونغلقها بالطريقه العاديه ديال البوريك العنابي. انا البوراك ديالي درتو دقائق قبل الاذان باسكو لازم البوراك العنابي كي نديرو فيه البيض يعني لازم نقليوه ديريكتومون في الزيت تكون سخونه مليح باش يتحمر لنا، وهذيك البيضه تقعد لنا هكذاك سايله ما طيبناش. ولا طيبناه انا شخصيا كنطيبو قبل بوقت طويل يولي لي ارطب ما يجيليش هذاك البوريك كروستيون، الو انا هنايا حضرتو فريمون دقائق قبل الاذان بصح درتو هنايا مور الشربه باش يكون الفيديو متسلسل.
بعد البوليك نروح نشوفو طريقة تحضير المقلوبة، مقلوبة الروز اللي راح نسحقو فيها كمية ديال الروز تكون مسلوقة نص سلقة يعني طيبة نص طيب، البطاطا والباذنجان اللي قطعتهم هكذايا الدوائر، عندي كمية من اللحم المفروم، عندي البصل والثوم، عندي المعدنوس، وعندي مغرفة صغيرة ديال لاطوميت كونسونطري. بالنسبة للتوابل انا درت هنايا الملح، فلفل كحل، الكمون والزنجبيل، بصح هما اللبنانيين يديروا فيها البهار، يعني هي تشكيلة من التوابل اللبنانية، انا ما لقيتهاش هنايا تتبع، بصح لا توفرت عندكم البهار سمي. نبدأ بالباذنجان اللي درته في الفرن، هو يتقلى بصح انا حبيت نقص من القليان، درته في الفرن. اذا حبيتوا تقليوا فقليوه، وثاني الفريت ديالي درتها تتقلى عادي في الزيت. بالنسبه لافيون داشي راح في مقلاه درت شويه ديال الزيت، درت لها نزيد لافيون داشي ديالي، نزيد البصل مع الثوم، وثاني التوابل، ونخليهم يتقلاو شويه. بعد ما تقلى لي هذاك اللحم مع البصل شويه، نزيد هذاك المعدنوس، نزيد الطماطم المصبره، نقليوهم شويه مع بعض، ومن بعد ندير كميه من الماء، كميه قليله ديال الماء، نخلي اللحم ديالي يطيب شويه، ومن بعد ما نخليهش حتى ينشف الماء ديالي، نخلي كميه من لاصوص اللي راح نديرها مع الروز باش يكمل طيابو في هذيك لاصوص ويتنسم بالبنه ديال التوابل اللي درناهم في اللحم. ودوكا ندوزو للمونتاج ديال المقلوبة ديالنا. عفوا، عندي الروز، عندي باذنجان، بطاطا الفريت، وشويه ديال لاصوص كما قلت لكم اللي خليتها باش الروز ديالي يكمل طيابو. هنا خديت المول اللي راح ندير فيه المقلوبة ديالي، خديت هاد المول شارلوت، ونبدا بالمونتاج ديال المقلوبة ديالي. المقلوبة الكلاسيكية ندير فيها لي روندات ديال الباذنجان، نستفهم هكذايا باش يعطيوني شكل شباب. بعد ما درت كامل لي روندات ديال الباذنجان، نجوز ندير طبقه اخرى ديال لي فريت، هنا كيما راكم تشوفوا بعد ما درت كامل لي فريت ديالي، نزيد ندير الطبقه الثالثه اللي راح تكون لافيون داشي، طبقه ديال اللحم المفروم، ونسطحوا مليح هاد اللحم بالظهر ديال المغرفة باش يجينا سطح مستوي. فوالا، بعد ما سطحنا اللحم ديالنا نزيدو الأرز، والأرز ديالنا بيان سور نديرو له هذيك لاصوص اللي خنيناها بجيه، ونخلطو غير شويه هكذا، نخلطو ومن بعد ندخلوه الفرن. بيان سور قبل ما ندخلوه الفرن نغطيوه بالالومنيوم باش هذاك الأرز ديالنا ما يجيناش ناشف، نغطيوه بالالومنيوم ونخليوه حتى يطيب لنا كامل الأرز ديالنا. وبالنسبه للتزيين راح تشوفوا من بعد، انا زينتو بشويه ديال البصل كاراميليزي مع الطماطم، هذا شيء يبقى اختياري، ودرت له ايضا حبات من اللوز، التزيين يبقى حسب الذوق.
ودوكا راح نشوفوا التحليه ديالنا اللي راح تحقوا فيها 240 مللتر ديال الحليب، 30 غرام ديال الموت كوكو، 20 غرام ديال السمد سميد ارطب ارقيق فيهم، وكيس ديال لو سكر فاني. طريقه التحضير طريقه سهله ولا ابسط منها. في كاسرونه نديرو كامل لي زانكريدون ديالنا، قلنا 240 مللتر حليب، 30 غرام ديال جوز الهند ولا الموت كوكو، 20 غرام ديال السمد سميد راحت لي سميده رقيقه مليح، وكيس ديال لو سكر فاني اللي تقدروا تعوضوه سواء بلا فاني ليكيد ولا بلا فاني اون بودر، ونخلطوهم مليح، نحركوهم بالفوي على نار هاديه حتى يختار عندنا الخليط. وبعد مرور هكذاك حوالي 4 الى 5 دقائق الخليط ديالنا بدا يغلي ويتخطر، ولا بهذا القوام كما راكم تشوفوا يجي كيما اون كريم باتيسيير، يعني يتنحى من لي باغوا ديال لا كاسرول. وهنايا انا خديت هاد لي مول اللي راح ندير فيهم، لي مول ديال لي مول التارتون فيرسي، تقدروا ديروه في اي مول حبيتو. ابسط الاشياء ديروها كيما الحلوى ديال لبنان، التقليديه ديروها في مول في المول ديال العادي، مول كاري ولا مول رون كيما حبيتو. وقبل التقديم تقطعوها يعني كيما القلب اللوز. فوالا انا الوغ درت لا بريباراسيون ديالي في لي مول، وراح نبسطهم نعطيهم شكل شباب، نسويهم باش يكون القاعد ديالي كي نقلبهم يكون القاعد ديالي مستوي، وندخلهم الثلاجة حتى يجي وقت التقديم. هنايا بعد ما جاء وقت التقديم خرجت الحلوة ديالي من الفريجيدار كيما راكم تشوفوا، راهي مشات تروحها مليح، وراح نديمو ليها. الديمولاج راح يجيني سهل باسكو درت في المول ديال السيليكون، بصح كما قلت لكم اذا درتو كميات كبيره ودرتو في مول كبير يعني سي با لا بين ديموليوه، تزينوه ومن بعد في وقت التقديم تقطعوا قطع صغيره فرديه. اذا بالنسبه للتزيين ديالها راح نزينوه بالطريقه التقليديه. درت هنايا انا شويه ديال لاشونتي، هما ميديو لا شونتي ديرو ان كريم ا باز دو فرماج والحليب كامل، بصح انا درت غير بلا شونتي يعني تشبه لها. نديرو اذا نديرو كميه مليحه ديال لا شونتي، نبسطوها مليح ونحاولوا نعطيو لها شكل مستوي يعني تجينا سواسوا يعني مقاده، وراح نقدوها بوكو بلوس باش تجينا مستويه. انا راح نستعمل لا سباتول باش تسهل عليا الخدمه، ومن بعد راح نديرها تزيين خفيف بيان سو يبقى اختياري بلا فورشيت، راح نديرها الموجات ولا مموجات عفوا ديال هكذايا كيما راكم تشوفوا بلا فورشيت، وهذا يبقى اختياري. وكتزيينات اضافيه هما عاده يزينوها بالمكسرات، وتانيك يديروا ان سيرو العادي اللي نديروه في الدار بالسكر والماء، بصح هنايا درتو هنايا درت سيرو شويه مختلف راح تشوفوه معايا. اذا هنايا زينت بشويه ديال اللوز مع الفستق، وبالنسبه للسيرو واش درت حكمت شويه ديال لي فريز اللي راح يعطوني اللون، درت شويه ديال لي فريز قطعتهم صغار، زدت عليهم مغرفه صغيره ديال الماء ومغرفه صغيره ديال السكر، ودرتهم في الفريجيدار حتى هذوك الفريز تلقوا كاع الماء ديالهم. وهنايا الطاوله ديالنا في هذا اليوم الثالث ديال الشهر الفضيل، ديكور خفيف كما عودتكم. درت هنايا حطيت هاد لي زاسيت ديال ايكيا مع لي سيت دو تابل اللي شريتهم من عند جيفي، وهاد طواجن صغار، واحد درت فيه التمر والاخر درت فيه الزيتون، مع هاد المرايه الصغيره اللي درتها كديكور، يعني ديكور خفيف. وكان هذا هو الشكل النهائي لطاوله الافطار. ربي يدوم النعمة علينا وعليكم. اذا عندنا هاد الشربة ديالنا اللي بزاف بنينة وخفيفة فريمون رائعة، وكيفاش كيما شفتو سهلة التحضير. البوريك العنبي الغني عن التعريف بيان سور،
ومع المقلوبه ديالنا اللي تجي ايضا هي بنينه. نتمنى ان هذه الوصفات نالوا اعجابكم وانكم تجربوهم عن قريب ان شاء الله. وبالنسبه للحواد ديالنا كما راكم تشوفوا تجي بزاف بزاف بنينه. اذا انا نقول لكم الى الملتقى في فيديو جديد على القناه، والى اللقاء.